اهلا بكم مشاهدينا ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. جد تحيه لحضراتكم من محافظه دمياط، كل عام وحضراتكم بخير. احنا ثالث ايام شهر رمضان الكريم، وفي شهر رمضان بيحلو اكل الفاكهه بكل انواعها. الفاكهه اكل والفاكهه عصير، ومن الحاجات اللي الناس بتقبل عليها باستمرار طوال شهر رمضان. سبحان الله، يمكن فترة رمضان الفاكهة منتشرة والفاكهة موجودة بأنواع كتير وأشكال كتير ومتناول الأسعار في مختلف، يعني مختلفة الأسعار في متناسب مناسب للجميع في أغلب الأصناف الموجودة والمعروضة خلال شهر رمضان. بيوجد أكثر من صنف محبب للصائمين والمواطنين لشرائه وتناوله، سواء تناوله كطعام وغذاء او كعصائر. احنا النهارده بنعرض لحضراتكم صوره جميله للفاكهه الموجوده حاليا والمنتشره في اسواق دمياط والاسعار الموجوده. احنا عندنا، يمكن عندنا الشكل زي ما حضراتكم شايفين، يمكن الموز اساسي موجود، وعندنا التفاح، وعندنا الكيوي، وعندنا عنب كمان، الفراوله، وعندنا الجوافة، وعندنا البرتقال. احنا هنقرب كده ونكلم صاحب المحل ونعرف منه الانواع الموجودة والاسعار الموجودة. السلام عليكم. كل سنة وانت طيب. طيب، عرفنا بنفسك كده. الاخ عبود الطويل. كل سنه وانت طيب. اهلا بيك. احنا في رمضان، وفي رمضان يعني الفاكهه دي حاجه اساسيه على المائده الفطار، سواء يعني عصير او عصير. قول لنا ايه اللي موجود بقى في الاسواق النهارده؟ ايه الحاجه اللي عندك؟ اللي موجود الجوافه للعصير، البرتقال الصيفي. الجوافه دي ايه؟ الجوافه دي اليوبيه. اليوبيه؟ اسعارها ايه؟ اسعارها بتبدا من 16 ل 15. تمام. والفراوله من 10 12 استفانه. وطبعا الزبون مش عارف يعني ايه استفانه. طيب دلوقتي احنا عندنا يعني السوق مليان فراوله، انا شايف عربيات. دي كلها نوع واحد ولا لا؟ لا لا لا، في فروريدا وفي بيوتي وفي فروريدا وفي استفانه، فهي احسنهم الاستفانه. انواع كتير. واسعارها بتبدا يعني بقى من 8 جنيه لغايه 12 جنيه. لغايه 12 جنيه. اللي عندنا النهارده دي استفانه. دي يعتبر احسن انواع الفراوله. دي منين بقى؟ اليوبيه. اليوبيه. دي افضل الانواع. اللي هي غامقه شويه. احنا كده يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الموز طبعا اساسي عندنا. الموز ب 10 جنيه زيه زي السوق. والكنتالوب 15. الكنتالوب ده الموسم بتاعه ولا هو جاي؟ لا لا، لسه مبشر. لسه مبشر. الكنتالوب بدايه. انما اللي عندك التفاح السوري هنا. اقل حاجه بيبدا ب 30 جنيه. ده ما شاء الله. ده سوري. سوري. ده انضف حاجه في التفاح. اكل وشمخه وريحه وكله. تمام. انما اللي عند اللبنان هو 25 جنيه. ده اللبناني. 25 جنيه. وعندنا ده عنب. لا، ده عنب لبناني. ده عنب لبناني. ده عنب لبناني. ده بيجي فترة رمضان يعني. ده بأي وقت، أي وقت موجود موجود. موجود طول الشتاء. احنا بتاعنا يطلع ده يروح بقى. لسه بتاعنا قدامه شوية. ما فيش، هو 10 أيام وهيشتغل. العنب. طب وده ده الكيوة دي الكيلو. الكيوة ده بيتباع بالكيلو؟ هو حاليا بالكيلو، اما بتكتر بقى وبترخص ما عادش هترخص لان كله في الارتفاع. دي بتتباع بالكيلو. بالكيلو. كيلو يعمل كام؟ كيلو عامل 16 حباية ب 50 جنيه. 16 حباية ب 50 جنيه كيلو. والاساس عندنا البرتقال. البرتقال ده بقى صيفي اللي هو بتاع العصير. ده برتقال صيفي. للعصير عشان شغل رمضان والعصاير والكلام ده. وفي انواع ثانيه عشان ده بصره. ده بصره. ده بصره بقى مروح بقى خلاص بقى. انما هو اللي هيشتغل ده اللي هو الصيفي ده. خرجنا المحل من جوه كده. على طول. وده اللي هو الماركت اللي هو بيشتغل مكان ال الزبندي. لا، مكان المندلينا. مكان المندلينا اسمه ماركت. ماركت ماركت اسباني. اسباني. بس جبل صحراوي ده. صحراوي. مسكر. معاه سنه احلى. احسن من المندلينا واحسن من الزبندي.
وده التفاح الاصفر. ده التفاح الابيض اللي هو السوري برضه. وعندنا شايف عندك برضه هنا وفي بلح برضه هنا. اه التمر ده تمر ايه؟ ده تمر دول يمني. يمني. اه كيلو و40 جنيه. كيلو و40. اه. طب قول لنا كده بقى يعني بخبرتك كده بالسوق الناس بتقبل على ايه اليومين دول؟ هو برتقان العصير الفراوله. الناس في رمضان بياخد ايه اكتر؟ اكتر حاجه الجوافه الفراوله الصبع الموز البرتقان اللي هو العصير. ده العصير. اه. مش دي أكتر. الحاجات الموجوده دي الاساسيات اللي بياخدوها. طب احنا ان شاء الله خلال الفتره الجايه في رمضان هيبقى ايه الموجود عندنا من الفاكهه؟ هيبقى كل حاجة موجودة، هيبقى من الخوخ، خوخ سكري زي ده كده لسه نازل مبشر هنا. ده خوخ؟ اه اه اه. طلع طلع كده يا حاج عبود ورينا الجمال كده والحاجة الحلوة دي. ده خوخ سكري. خوخ سكري. اه. ده خوخ سكري ده. سكري. ده لسه بشاير برضه؟ لسه بشاير. اه. عامل كام ده؟ عامل 22. اه. اه. ده ورينا كده. ان شاء الله. ده منين ده برضه؟ ده جبل صحراء. جبلي. اه حاجه حلوه. انا شايف ان انت مركز على الحاجات الجبلي يعني. الجبلي انضف انضف. اه الجبلي احسن. الجبل احسن. احسن. اه شغل نضيف. مفيش حاجه مدوده، مفيش حاجه بيجي فيها اسبوع بقى، مفيش كلام من ده. حاجه حلوه. الجبلي احسن. اه الجبل احسن. انا كنت شغال هناك اساسا يعني. هناك انما الحمد لله احنا عندنا الحاجه كلها متوفره. كل حاجه متوفره. متوفر. اه وفي الكنتالوب اهو برضه. اه. كنتالوب حلو اهو برضه. بشاير برضه. اه بشاير ب 12 جنيه. اه. حلو. اتفرج يا حاج عبود وكل سنه وانت طيب. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا يمكن الفاكهه الموجوده حاليا في اسواق دمياط ده الانواع الموجوده ومنتشره في كافه اسواق دمياط ويمكن في حاجات اسعارها في متناول الجميع و يعني متاح للاكل والعصائر بمناسبه شهر رمضان الكريم. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه والاستماع، بنتمنى لحضراتكم اوقات سعيده. كان معكم معتز الشربيني مدير مكتب اليوم السابع بمحافظه دمياط.